السلام عليكم. كأول رئيس أمريكي منذ الاستقلال، خص دونالد ترامب المملكة العربية السعودية بأول زيارة خارجية له منذ تنصيبه. من قضايا الإرهاب إلى حروب الشرق الأوسط في سوريا والعراق، احتل الملف اليمني واحدا من أولويات ترامب الساعي إلى مناقشتها مع الإدارة السعودية التي تقع على عاتقها مهمة قيادة عمليات التحالف العربي في اليمن. ترامب الذي استهل جولته بخطاب أمام قادة الدول العربية والإسلامية في قمة الرياض، ندد بالدعم الإيراني للإرهاب، محملا إياها كامل المسؤولية عن زعزعة الاستقرار في اليمن، حيث أكد على ضرورة أن تتوقف عن دعم ميليشيات الفوضى في اليمن، مطالبا دول الجوار بأهمية عزل إيران لتكف عن دعمها للإرهاب. هذه الجولة تأتي أيضا في ظل الحديث عن خطوات يعد لها التحالف العربي من أجل استعادة السيطرة على ميناء الحديدة، الذي يعد منفذا بحريا مهما تتكاثر فيه عمليات تهريب الأسلحة للميليشيا عن طريق السفن الإيرانية. أمام ما تحمله القمة العربية الإسلامية الأمريكية بخصوص الملف اليمني وما يشكله النظام الإيراني من خطر في دعمه للميليشيا وللإرهاب العالمي، وعن كيفية الحد من التدخلات الإيرانية في اليمن، سيدور نقاش حلقة اليوم. بداية أرحب بضيفي الباحث في العلاقات الدولية عادل المسني. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام، نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. بعد رقصة العرض لترامب في قلب الرياض، تتجه الأنصار صوب ما الذي سيفرز عنه هذا الحراك الدولي والإقليمي الواسع في العاصمة السعودية التي تشهد مناخا سياسيا على كافة الأصعدة. الحمد لله، القمة على مستوى رائع وتحول كبير جدا، يعني على المستوى العالم العربي والإسلامي والأمريكي. اليمن كانت حاضرا رئيسا في التداولات، وحضرت كمحور أساسي في قلب الرؤية التي تم التوقيع عليها وعرفت بالرؤية السعودية الأمريكية، وركزت في مجملها على مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة وخصوصا في اليمن وسوريا. في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية أيضا كان لليمن حضورها الواسع، وكان للرئيس هادي حضور حظي بحفاوة غير مسبوقة تحمل أكثر من دلالة سياسية في هذا التوقيت تحديدا. على صعيد الحديث المتعلق بالتوسع الإيراني والشأن اليمني، حمل اللقاء الذي ضم عادل الجبير وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون العديد من الإشارات والمضامين. الجبير صرح أن المباحثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملك سلمان بن عبد العزيز تطرقت إلى العمل على إلزام إيران بوقف دعمها للإرهاب. بخصوص اليمن قال الجبير: الحوثيون لا يتجاوز عددهم 50,000 ويرغبون بالسيطرة على دولة يسكنها 28 مليون نسمة، مضيفا أنهم يستولون على المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وهو ما يضاعف من المجاعة حد قوله. فوز روحاني في الانتخابات الإيرانية كان له أيضا حضوره في المؤتمر الصحفي الذي أكد فيه الجبير أن فوز حسن روحاني بانتخابات الرئاسة الإيرانية مسألة داخلية، والسعودية تهتم بالأفعال وليس بالأقوال، متهما إيران برعاية الإرهاب. إلى أي مدى سينعكس الاتفاق الخليجي الأمريكي على الأوضاع في اليمن؟ كيف سيؤثر هذا الأمر على التواجد الإيراني في المنطقة، خصوصا مع استمرار الإدارة الإيرانية السابقة وفوز روحاني في الانتخابات؟ هذا ما ستفصح عنه مخرجات أهم الزيارات الدولية إلى المنطقة والقمم الثلاث التي عقدت بالتوالي في العاصمة السعودية الرياض. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا الأستاذ عادل المسني. أستاذ عادل، كيف تقرأ إذن زيارة ترامب، أول رئيس أمريكي يزور المملكة عقب تنصيبه مباشرة؟ أعتقد أنه تحول مؤشر جدي على التغير في السياسة الأمريكية التي طرأ عليها الكثير من الفتور إبان أوباما. الآن هذا التحول الجديد في السياسة مؤشر قوي على عودة أمريكا لحلفائها في المنطقة، وأعتقد أنه يعتبر انتصار كبير أيضا للدبلوماسية السعودية التي استطاعت أن تحتل هذه الأهمية الكبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية وفي استقطاب الرئيس الأمريكي في قمم متتالية
في ثلاث قمم تعقد في الرياض، واعتقد انه كل القمم ايضا تهدف الى تتمخض حول اهداف محدده وهي الارهاب وايضا التوغل الامريكي في المنطقه، وهو ايضا ما تهدف اليه السياسه السعوديه الى اقناع الجانب الامريكي الذي ايضا بدا يقتنع بان هناك خطر جدي يهدد المصالح المشتركه في المنطقه والذي يرتبط بشكل مباشر بايران وبعده ايضا الارهابي الذي فخخ الامن والاستقرار في المنطقه. اعتقد انه يعتبر تقدم كبير للدبلوماسيه السعوديه، واعتقد انه هناك اتفاق الان حول هذه المحاور، وهذا ايضا نجاح كبير للدبلوماسيه السعوديه التي اعتقد انها كانت تعاني بشكل كبير ابان اوباما، وكان هناك فتور كبير في العلاقات الامريكيه السعوديه، حتى ان العاهل السعودي فيما سبق رفض استقبال ايضا اوباما في المطار، وذلك كان تعبير جدي وصريح عن مدى تعثر العلاقات مع الولايات المتحده الامريكيه. لكن الان هناك احتفاء كبير بترامب، وهذا يعبر ايضا عن التحول الجدي والكبير في العلاقات الامريكيه، وهذا ايضا الحشد الكبير للتظاهرات العربيه والاسلاميه في المملكه يعبر ايضا عن هذه الروح التي بدات تضع نفسها في هذه المنطقه. لكن بالمقابل استاذ المسني، اذا هناك من يتحدث على ان بالاخير امريكا تبحث عن يعني تحقيق مصالح، ترامب تحديدا له الكثير من المآرب، يعني هو يهاجم بشده في الاعلام الامريكي، فمن خرج يعني بالشكل الامثل في هذه يعني خلال هذه القمم الثلاثة التي تمت اليومين الاخيرين؟ أعتقد أنه ترامب أيضا يعاني من أزمات في الداخل، أزمات كثيرة، فهو بحاجة أيضا إلى تحقيق انتصارات في الخارج، وهذا ما تقتنصه الآن المملكة العربية السعودية لتحقيق هذه الفرصة لترامب وكسبه أيضا في تحقيق أجندتها في المنطقة، وهي هذا الاحتواء هذا الإرهاب الكبير الذي أيضا يهم الولايات المتحدة الأمريكية ويهم العالم بشكل كبير، وارتباطه أيضا بدولة عملاقة في المنطقة وهي إيران. أعتقد أنه أيضا القمة الآن جاءت لتعبر عن نهج جديد، ووأدت تماما السياسة الأمريكية السابقة التي أسسها أوباما، وهي التحالف مع إيران ضد هذا احتواء هذا البعد الإرهابي، وأيضا الاشتراك في أيضا مجابهته. أعتقد أنه الآن التحول الكبير إلى في الموقف الأمريكي إلى الصف السعودي، وأيضا في هذه الخصوصية بالذات وهي محاربة الإرهاب، أعتقد أنه تحول جدي وكبير وخطير، أيضا بالانتقال من التعاون مع إيران إلى المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا تقدم كبير، استطاعت المملكة العربية السعودية أن تحول المواقف الأمريكية إلى هذا المربع المهم والخطير الذي أيضا سيلقي بظلاله على كافة الملفات الساخنة في المنطقة، ومنها اليمن التي تهم بشكل أساسي المملكة العربية السعودية فضلا عن العراق وسوريا. يعني قبل أن أدخل يعني خصوصية اليمن وأين كانت في هذه القمم الثلاث، قمة سعودية أمريكية ثم خليجية أمريكية ثم إسلامية عربية أمريكية، بالنسبة يعني للتصريحات الأمريكية بخصوص إيران تحديدا، هي يعني كثيرون يقولون أنها لم تتجاوز بعد مرحلة التصريحات، ليس هناك فعل حقيقي على الأرض يوضح هذه النية الكبيرة يعني لدى الإدارة الأمريكية نحو التوجه نحو تغيير سياستها الخارجية تجاه إيران في المنطقة. ما هي الأفعال التي تؤيد أو تؤكد هذا التوجه؟ أعتقد أن القمم هذه إجابة صريحة على هذا اللبس. لكن هذه القمة فيها مليارات، يعني مئات مليارات من الدولارات، ليس فقط حديث عن إيران فقط. لا بلا شك أن هناك صفقات تجارية، وهناك أيضا في صلب هذا الاتفاق أيضا تطوير المنظومة الدفاعية لدول الخليج والمملكة العربية، وتطوير أيضا سياسة الردع تجاه هذا التهديد الخطير الذي بدأ يتغول في المنطقة. بلا شك أن هناك أيضا هذه كلها صفقات أيضا تدعم الموقف الخليجي والموقف السعودي تجاه هذه التحديات الكبيرة التي تتعرض لها ويتعرض لها منها القومي. وبالتالي أعتقد أن هذا تحول، هذا كان غير موجودا في السابق، كان في السابق هناك ترتيب
كبير مع إيران وفق أجندة كاملة في المنطقة، وهو الذي مكن التراخي الأمريكي مكن لإيران التغول في المنطقة العربية وأداء هذه النجاحات الكبيرة في العراق وسوريا واليمن، وبالتالي أهدر تحالفاتها القديمة. أعتقد أنه المملكة العربية السعودية ودول الخليج استعادت الآن المبادرة واستطاعت أيضا أن تغير في الموقف الأمريكي وتحاكي تماما وتتفاهم تمام مخاوف الأمريكان وتتعامل بشكل جدي مع الالتقاء حول تحقيق الأهداف المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية ولأيضا دول التحالف. وهذا أيضا يعتبر نصر كبير وتقدم كبير، لكن هناك مؤشرات كثيرة جدا منذ مجيء ترامب للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تحولات كبيرة جدا في استهداف أيضا بشار الأسد وأيضا إعلاميا وأيضا في الضربة العسكرية وأيضا الضربة الأخرى التي أيضا وضعت حد للانتشار باتجاه إيران، ومنها أيضا التحولات الجمة في اليمن، منها أيضا رفع الضغوط على الدول التحالف وأيضا تحرير الساحل الغربي وإعادة أيضا تفعيل تمشيط الساحل التفتيش في عرض البحر وأيضا إعادة تسليح لدول التحالف. كل هذه الملفات مؤشرات قوية جدا على تغير جدي في السياسة الأمريكية تجاه دول التحالف. طيب سنركز أكثر يعني الآن صاعدا حول اليمن، أين وجدت في هذه اللقاءات؟ دعنا بداية نشرك معنا في الحوار مستشار في وزارة الإعلام دكتور فيصل العواضي، ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك دكتور. مساك الله بالخير ومساء الخير على ضيفك الكريم وعلى الإخوة المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور فيصل. إذن اليمن كحكومة كيف تنظر لزيارة ترامب وهذه القمم التي تمت؟ أولا كان هناك تصريحات حتى قبل وصول ترامب، وزير الأمن الداخلي الأمريكي تحدث أنه لابد من تعديل سلوك إيران والحوثيين، وأشار إلى عمل عسكري مباشر، قال أن العمل العسكري قد يكون مفيدا في هذه الحالة. الرئيس الأمريكي أشاد بدور التحالف في اليمن وقال أنهم قاموا بعمل رائع، ويكفي أن إيران وصفت كدولة راعية للإرهاب، وهذه القمة هي أكثر ما ركزت عليه أو ما خرجت به هو محاصرة الإرهاب، تجفيف منابع تمويله، وصنفت إيران على أنها الدولة الراعية للإرهاب ولا بد من عمل في ضدها. نحن نتوقع أن ينشط الحصار الاقتصادي الذي كان قد رفع عن إيران أن يعود من جديد، أيضا أن يشمل الحصار الاقتصادي وربما أعمال المنظمات الممولة من إيران مثل حزب الله ومثل الحشد الشعبي ومثل يعني حكومة بشار والميليشيات الانقلابية أيضا في اليمن. فاليمن استفادت من القمة كثيرا، لأن أي تقارب خليجي أمريكي سينعكس إيجابا على الملف اليمني، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تدرك بوضوح ضرورة المخاطر الأمنية التي تهدد المملكة ودول الخليج، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي المائع الذي لاحظناه منذ انطلاق عاصفة الحزب سيتحول تماما. ستفي أمريكا بالتزاماتها بدعم التحالف سواء بالمعلومات أو بالدعم اللوجستي الآخر، بالتسليح، بالذخائر وغيرها. هذه أشياء ستكون أكثر سهولة الحصول عليها. لكن أيضا الرئيس الأمريكي أكد بأن أمريكا لم تحارب في دول الشرق الأوسط نيابة عن أبنائها، وطالب بأننا نحارب وأن ننجز يعني مهماتنا بأنفسنا لكن مع الدعم الأمريكي. طيب يعني دعني أضع ذلك بشكل آخر عليك أنت أيضا دكتور فيصل. الآن نحن تحدثنا عن يعني أنت تفضلت بالحديث عن ما تطرق له وزير الأمن الداخلي جون كيري تقريبا قبل فترة قصيرة أو قبل زيارة بأيام عن هذا التحول في السياسة ويعني التجديد على إيران في موضوع تصريحات الأمريكية وكذلك ما صرح به ترامب، لكن كثيرون ومنهم حتى محللون سعوديون يعني بالمناسبة يتحدثون على أن هذا الأمر لن يتجاوز فقط مسألة التصريحات إلى الأفعال. ما هي يعني الأفعال المتوقعة بأكثر يعني من حديث عن دعم استخباراتي مثلا؟ هذا الأمر كان موجودا أيام أوباما أساسا.
طبعا لا تنسى ان هناك قرار مجلس الامن 22/17 معلق، والان ربما ان الدور الامريكي سيلعب في تفعيل القرار. وسمعنا ايضا تصريح انه لابد من عوده، يعني من وجود حل سياسي. هذا الحل السياسي طبعا قائم على المرجعيات الثلاث التي يعني تمسكت بها الحكومه الشرعيه وايدها العالم في ذلك. فمساله يعني في الحكومه الشرعيه، نحن في الحكومه الشرعيه نرحب باي جهد يحل القضيه سلميا. كون السلم او السلام هو خيارنا الاستراتيجي لحمايه ابناء شعبنا اليمني، لكن السلام الذي نستطيع معه استئناف العمليه السياسيه وبناء الدوله اليمنيه وعدم التاسيس لاي صراعات مستقبليه. السلام الذي سيبنى على المرجعيات الثلاث وفي او من ضمنها قرار مجلس الامن 22/16 الذي كان واضحا في حل الميليشيات ونزع وتعادة السلاح الى الدوله والانسحاب من العواصم، من عواصم المحافظات والعاصمه ومن مقرات الدوله التي تم الاستيلاء عليها. بعدها ليست هناك مشكله ان يتحول الحوثيون الى مكون سياسي شانهم ملتزمين بالقانون شانهم شان اي مكون سياسي شعبي، ليست المشكله يعني تجاههم في هذا الجانب. لكن طيب الان في سياق المعارك دكتور فيصل، تحمل السلاح وتنقلب على الدوله في سياق المعارك، بالنسبه لهذه الاتفاقات وهذه المؤتمرات، بالنسبه للملف اليمني كيف ستنعكس هذه التصريحات؟ الحديده، الساحل الغربي، ممكن اعاد السؤال؟ اتحدث انه كيف ستنعكس هذه المؤتمرات وما تم الحديث فيها على طبيعه المعركه في مثلا الحديده والساحل الغربي كملف قد يحسم فعلا الملف اليمني بشكل واضح بالنسبه للشرعيه اليمنيه. طبعا بالنسبه لاستعاده ميناء الحديده خيار استراتيجي تم التاكيد عليه من قبل الحكومه الشرعيه وايضا دول التحالف، وهناك تفهم دولي لضروره اليمن في هذا الجانب. لكي نمنع وقوع الكارثه واستمرار الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تدفق السلاح بما فيها الغذاء والدواء لكافه مناطق اليمن. فكانت الحكومه الشرعيه قد طلبت من الامم المتحده ان يكون ان تشرف على ميناء الحديده حتى لا يظل به الانقلابيون، لكن الامم المتحده تلكأت واعتذرت في هذا الجانب. الامر الذي جعل الخيار محسوما بانه لابد من استعاده عبر العمل العسكري وليس عبر اي شيء اخر. اعتقد ان ما بعد زياره ترامب سيتغير المشهد تماما، سواء في المشهد السياسي او المشهد العسكري. نعم، إذا أشكرك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك أستاذ عادل، ترامب يعني أيام فترة أو المرحلة الانتخابية له تطرق نحو دول الخليج، وكان تطرقه يعني يتحدث عنها كأنها يعني محفظة نقود أو محفظة أموال. هل تغيرت الآن هذه النظرة؟ دول الخليج يعني هي بالتأكيد تابعت هذه الحملة، هل تغيرت هذه النظرة أم فعلا هناك يعني رؤية واضحة نحو المملكة أنها يعني بقعة من المصالح فقط؟ لا أعتقد أنه الخطاب الانتخابي غير. الآن ترامب يواجه الآن ملفات معقدة بالمنطقة، يواجه مصالح مهددة في الإقليم، يواجه أيضا نفوذ طاغي لدولة دينية متطرفة تدعم ميليشيات تحمل السلاح تعبث بالأمن والاستقرار في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، ومنطقة أيضا متهتكة أمنيا، وتراجع أيضا لنظام الرسمي العربي، وسيطرة كاملة لإيران على المجال بدعم أيضا
وتحالف مع روسيا، هناك تهديد جدي للمصالح الأمريكية في المنطقة، يقتضي أيضا التحالف مع دول الخليج وفي قلبها المملكة العربية السعودية التي بدأت لوحدها منفردة تقود أيضا مواجهة هذا التحالف والتغول المخيف والمرعب لإيران في المنطقة. أعتقد أنه ترامب عند مجيئه واجه هذا التحدي الكبير الذي يهدد حلفائه ويهدد أيضا مصالحه في المنطقة، وبدأ لابد من التعامل مع هذه المعطيات والمتغيرات الجديدة، وهذا كان له مؤشر كثير منذ مجيء ترامب. قلنا في كثير من المعطيات التي بدأت تظهر بأن الصراع سيكون حتمي مع إيران، والتحالف أيضا جوهري مع دول التحالف مع دول الخليج، وإعادة أيضا السياسة وعودة أمريكا لحلفاء القدماء أمر لابد منه أيضا لحفاظ مصالحها في المقام الأول ولمواجهة هذا التصعيد الخطير الذي بدأ يهدد الأمن والسكينة والاستقرار في المنطقة، وهذا ما اتضح الآن. أعتقد أن هناك الآن تفهم وإدراك ووعي كبير للولايات المتحدة الأمريكية وللطرف الخليجي، وهذا أيضا انبثق عن هذه القمم بأن ما يحصل في المنطقة هو وراء إيران، وتشخيص أيضا كل العلل بالبعد الإيراني، وهذا أيضا تطور كبير أيضا في محاصرة هذا الوباء الذي بدأ ينتشر في المنطقة، وهذا انتصار كبير حقا للمشروع الخليجي في أيضا حشر إيران وراء هذا الانفجار الكبير للرعب والفوضى في المنطقة، وهذا أيضا انتصار لم يكن موجودا في السابق. واعتقد أن التراخي الأمريكي هو الذي مكن للإيران الآن، هناك تراجع في الموقف الأمريكي يدعم أيضا الموقف الخارجي، وهذا انتصار وتقدم كبير محسوب أيضا لدول التحالف، سينعكس أيضا على الموقف العسكري في اليمن، وأيضا دعم أجندة التحالف في أكثر من صعيد. طيب. في اليمن والعراق يعني في هذه النقطة الآن، لو لم تتغير وجهة النظر الأمريكية أو لم تتغير طبيعة الإدارة الأمريكية، يعني بالأصح لو استمرت الإدارة الأمريكية ديمقراطية، هل هذه الاتفاقات كانت ستكون، يعني كانت بالفعل ستوقع؟ أعتقد أنه ما يعوزنا في المنطقة، ونحن ندرك تماما أن كل في 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 جانب كبير من هذا الفوضى العارمة في المنطقة، وراء أيضا سياسة دولية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، إبان أوباما هو الذي مكن قلنا لإيران، كان أوباما يركز بشكل أساسي على الاتفاق النووي وكيف يحقق ويحوز انتصار في هذا المجال، فحقق ما يريد ومكن لإيران أيضا التغول في المنطقة كهدية أيضا ومكافأة على هذا الاتفاق. كل ما كان يعني أوباما ما هو الاتفاق النووي وأهدر كثير من المصالح في المنطقة وحلفائه. أعتقد أن السياسة الأمريكية الجديدة الآن تغيرت بشكل كبير، وصارت تهتم بشكل أساسي بإعادة الأمن والاستقرار للمنطقة ومكافحة أيضا الإرهاب المرتبط بهذا الفراغ الكبير والتغول الرهيب لإيران في المنطقة. أعتقد أنه هذه الدوائر صارت هي محط نظر السياسة الأمريكية الجديدة، وهي تلتقي أيضا مع المخاوف الخليجية حول محاصرة هذه القضايا. طيب، هل أفهم من كلامك أن دول الخليج يعني المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول تتعامل مع الملفات في هذه المنطقة، سواء الملف الإيراني أو مكافحة الإرهاب أو حتى في طريقة تعاملها مع أمريكا تحديدا، من مبدأ رد فعل أكثر مما هو مبدأ فعل؟ حقا القضايا الآن صارت تلامس، يعني أنا أريد وجهة نظرك كمتابع يعني الملفات الدولية وعلاقات دولية. الآن شوف المشكلة صارت واضحة وجلية لدول التحالف الخليجي، صار الآن أولوياتها هو أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار، صارت محاصرة الآن بهذه النعرات الطائفية التي تجتاح العراق وأيضا اليمن، محاصرة من كل الجهات وأيضا في سوريا ولبنان، صار الأمن القومي الخليجي هو يحتل الأولوية، ولهذا توحدت دول التحالف دول الخليج في هذا الشكل الجديد الذي بدأ يتصدر أيضا زعم مجابهة إيران في المنطقة وأيضا في اليمن بشكل أساسي، حيث المعركة الساخنة والساحة الساخنة التي تلامس الحدود العربية المملكة العربية السعودية. أعتقد أن إيران استطاعت أن تفجر قضايا إقليمية كثيرة في بتحريك أجندتها في اليمن والعراق وإيران، وتحاصر بشكل أساسي المشروع الخليجي، وهي تستهدف في الأساس أيضا محاصرة وابتزاز دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية
السعودية وبخاصة بإثارة هذه الجماعات الطائفية في اليمن، وهي أيضا تريد زحزحة وسحب هذه الجماعات أيضا إلى قلب الخليج والسعودية، بحيث أن هناك بوار شيعية بدأت تستشعر القلق الدول التحالف جراء هذا التوغل الإيراني المستمر وإثارة هذه النعرات الطائفية، بإمكانها أيضا أن تنسحب لدول الخليج. استشعرت هذا البعد وبدأت تتحرك الآن، هذا هو المقلق وهي الأولوية لدول التحالف، ولهذا تفسر هذا التوسع في شراء الأسلحة وبناء المنظومة الدفاعية وأيضا سياسة الردع التي يمكن أن تجبر إيران على التراجع عن عدوانها على المنطقة بشكل عام. بشكل عام. طيب سنكمل هذا النقاش أستاذ عادل، لكن دعنا نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقالة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نعود إلى النقاش هنا مع ضيفنا الباحث في العلاقات الدولية أستاذ عادل المسني. أستاذ عادل، بالنسبة لليمن، يعني نحن كنا تحدثنا مع ضيفنا مستشار وزارة الإعلام عن اليمن من وجهة نظر حكومية، وإن كانت في هذه القمم، أنت يعني كعلاقات دولية، اليمن الآن ملف ربما أساسي من ملفات المنطقة، يعكس الكثير من التعقيد، لكنه يبقى يعني ليس ملفا دوليا، أو يعني السيطرة فيه أقليمية أكثر ما هي دولية مثل سوريا مثلا، يعني التعقيد فيه أخف ربما أقل. كيف انعكست يعني اليمن، وجدت اليمن في هذه القمم الثلاث التي تمت خلال هذا اليومين؟ أعتقد أن اليمن حاضرة وبقوة في صلب القمم، على اعتبار أنها الملف الأكثر سخونة بالنسبة لدول التحالف والمملكة العربية السعودية. هي ترى في أن المشكلة في اليمن تهمها أكثر، على اعتبار الجغرافية المتصلة والحدود المفتوحة، وأيضا هذه الجماعات التي تتحالف أيضا مع نظام المخلوع وأيضا تمدها إيران عبر البحار بأسلحة، بدأت تهدد الأمن القومي الخليجي برمته. أعتقد أنه المنطقة الأقرب والأكثر حساسية للمملكة العربية السعودية ودول التحالف هي اليمن، وبالتالي هي حاضرة بقوة في هذا الملف. وأعتقد أن هناك نجاحات كبيرة جدا لدول التحالف، استطاعت أن تستعيد أغلب الجغرافية اليمنية. كان ما يعوزها فقط هذا التحول في الموقف الأمريكي، هو الذي أعاق مسيرتها ومسيرة الحسم ومحاصرة أيضا جندة إيران في المنطقة. هناك الآن هذه القمم أيضا تعطي بعدا كبيرا للمملكة العربية السعودية ولدول التحالف لإكمال مسار العمليات العسكرية والحسم للملفات المعقدة والشائكة ورفع الضغوط التي كانت تقف أمام هذه النجاحات. أعتقد أنه انتصار كبير لزحزحة كل هذه القضايا المعقدة، وبدأ الآن الباب مشرعا أمام الحسم العسكري. أعتقد أنه المحطة القادمة هي التحرك باتجاه الحديدة. هذه القمم الكبيرة أعطت أيضا المملكة العربية السعودية هامشا واسعا للحركة. أعتقد أنه أرادت المملكة العربية السعودية من خلال هذا التحشيد الكبير العربي والإسلامي أن تعطي أيضا أن تحقق ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تحتوي أو على دعم عربي وإسلامي كبير الآن محتشد خلف أهداف المملكة العربية السعودية والتحالف بشكل أساسي، والتركيز على بعد الإرهاب وإيران وارتباط هذين البعدين ببعضهما وتفجير المنطقة وراء هذين البعدين. وبالتالي هناك نجاح كبير لهذه الدبلوماسية في التركيز على هذين البعدين الخطيرين، الذي أيضا يهم الجانب الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي. واعتقد أن هذه القمم الثلاث التي جاءت في وقت واحد وفي هذا الوقت الحرج التي أرادت المملكة العربية السعودية ودول التحالف إيصال رسالة إلى إيران بالذات وأذرعها في المنطقة، أن ما بعد هذه القمم لن يكون كما قبلها، وهو بالتالي سينعكس حتى نفسيا. بدأ هناك حالة من الذعر تشهدها المنطقة، تشهدها إيران، وهناك تراجعات كبيرة على المستوى السياسي. هناك تشكيل، أعتقد أن هنا هذه القمم تهدف إلى تشكيل تعاون أمني وسياسي عالمي ضد الإرهاب وأيضا التقليل أظافر إيران. طيب في المنطقة. دعنا نعود إلى هذه النقطة، لكن قبل ذلك نشرك معنا في الحوار المحلل السياسي أستاذ باسم الحكيمي، ينضم لنا عبر الهاتف من تعز. أهلا بك أستاذ ياسر، أو أستاذ باسم عفوا. أهلا وسهلا أخي الكريم وضيفك الكريم المشاهدين قناة قصة الفضائية، حياكم الله. أستاذ باسم، هذه القمم قمة بداية أمريكية سعودية، ثم خليجية أمريكية، ثم عربية إسلامية أمريكية، واليمن من ضمن ملفات هذه المنطقة، سواء بارتباط ملف اليمن بيعني تقليم أظافر إيران في المنطقة، أو كذلك بارتباطه بملف الإرهاب. كيف وجدت كل ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قمة الرياض كانت في غاية الأهمية، لأنه يعني ناقشت مواضيع في غاية الأهمية يعني تتعلق بطبيعة الصراع في المنطقة وخصوصا الملف اليمني. لا شك أن يعني أهم المواضيع التي يعني كانت في طاولة الحوار هي موضوع الأزمة اليمنية، الموقف ثمن صفقة تجارية لأشياء 460 مليار دولار، يعني كان ثمن من الولايات المتحدة ليستدين هي تتمثل في مواقف سياسية تخص توزيع الأدوار بين اللاعبين المقيمين في المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية. نحن ندرك جيدا أن إدارة أوباما يعني أثناء انطلاق عاصفة الحزم كان هناك يعني توزيع للمهام والأدوار للاعبين المقيمين حتى داخل التعارف العربي نفسه، بمعنى يعني هناك سؤال كان يطرح نفسه بشكل كبير جدا، لماذا هذا الصمت، تصمت الرياض عن ممارسة أبو ظبي في جنوب هذه الممارسات وتوجه نحو الانفصال؟ لماذا لم نرى موقفا واضحا وصريحا من الرياض تجاه ممارسة أبو ظبي في الجنوب كان هذا السؤال يطرح بشكل كبير جدا وعني ولم نجد له إجابة، لكن يعني افتضح من خلال النقاشات ومن خلال التواصلات أنه كان هناك اتفاق غير معلن بداية عاصفة الحزم بين الإدارة أوباما الراحلة وبين أبو ظبي والرياض على مسلم ملف الجنوب إلى الإمارات، كون لها باع في مكافحة الإرهاب ولديها يعني قاعدة بيانات فيما يخص مكافحة الإرهاب، وبالتالي سلم هذا الملف بناء على اتفاقية غير معلنة ولا أحد يعرف تفاصيل هذه الاتفاقية. لذلك كان هناك صمت من الرياض تجاه هذه تجاه ممارسة في الجنوب، وحتى رأينا بعد إعلان المجلس الانتقالي يعني لم يكن هناك موقف واضح من قبل الرياض. صحيح صدر مجلس من بيان من مجلس التعاون الخليجي، لكن الرياض اختلاف وراء ذلك البيان ولم يكن لها موقف واضح منفرد بدين هذه الخطوات التي تمت فيها الجنوب بدعم من الامارات. كان يفسر ذلك على 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 اعتبار انه كان هناك اتفاقيات غير معلنه تمت بدايه عاصفه الحزم الان، وفي من خلال هذه القمه تم اعاده النظر في هذه الاتفاقيات واعطي دور كبير للرياض فيما يخص الملف اليمني، وفي كلها دور في جنوب التدخل في جنوب اليمن في هذا الملف الذي ظل حكرا على ابو ظبي. يعني ما يفسر هذا الكلام هو مقر انعقاد القمه تقريبا باسبوع، طار محمد بن زايد الى واشنطن والتقى بترامب يعني قبل اسبوع من انطلاق قمه الرياض، وحتى ان بعض المغردين السعوديين والكتاب السعوديين وصف هذا الموقف بانه يفتقر الى الحكمه والى اللا اخلاقيه، فكيف له ان يطير ويلتقي بترامب مع ان هناك قمه قادمه سيلتقي به، وهو ما يعكس حاله الصراع الان الحاصل بين ابو ظبي والرياض حول مساله توزيع الادوار والمهام في 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 اليمن في المنطقه وخصوصا في اليمن. طبعا ما يؤكد كلامي هذا يعني الان راينا بالامس كان هناك تغريده للسفير البريطاني قال بانه ذاهب الى الامارات وقال انه مع حق تقرير المصير. اليوم كمان هناك تغريده للسفير الالماني في نفس السياق يقول فيه انه الحشد الذي وقع اليوم في الجنوب يعني كان ينبغي النظر فيه يعني في هذا الاتجاه، وهذا مؤشر على ان ابو ظبي الان تذهب الى اتجاه بناء تحالفات جديده مع لاعبين دوليين لموازنه الثقل السعودي الذي تخلق بقمه الرياض مع الجانب الامريكي. يعني هناك صراع حقيقي الان عن نفوذ في اليمن ويعني في مساله الادوار والمهام في اليمن. الحقيقه يعني نحن نقول يعني الشرعيه اليمنيه ساهمت يعني ارتكبت خطا كبير منذ انطلاق عاصفه الحزم. نحن كنا دائما نقول ان علاقتنا مع التحالف العربي ينبغي ان تكون علاقه تنسيق وتكامل، لا ينبغي ان تكون علاقه تبعيه وان سلم كل ملفات البلاد بشكل يعني بشكل كامل الى التحالف العربي، ينبغي ان يكون هناك يعني تظل خيوط اللعبه بيد الشرعيه اليمنيه حتى لا ندخل في لعبه الصراعات الاقليميه ولعبه النفوذ. طيب استاذ باسم، وهو ما الان ما نلمسه الان. أستاذ باسم أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي السعودي. أهلا بك أستاذ سليمان. أهلا وسهلا، نحييك وحي ضيوفك ومشاهديكم الكرام. حياك الله أستاذ سليمان. إذن الآن قمم مستمرة خلال يومين، اليمن كانت أحد الملفات المهمة بداخل هذه القمم. كيف وجدت يعني أنت من وجهة نظر سعودية أكثر، كيف ترى تواجد اليمني في هذه المنطقة؟ هل هناك من تطورات مأمولة بعد هذه القمم في الملف اليمني تحديدا؟ أنا أعتقد أنه جميع القضايا التي تتبناها
السعودية ودول الخليج في الواقع حظيت اليوم، وأقصد بذلك طبعا القضايا العربية، حظيت اليوم بدعم عربي شامل ودعم إسلامي ودعم حليف دولي مهم وهو الولايات المتحدة. في الحقيقة في السنوات السابقة عبر التحالف العربي أو عبر التحالف الإسلامي أو غيرهما كنا نفتقد الحليف الدولي الذي يغطي الحركة السياسية والميدانية لهذه الطاقة العربية الجديدة، واليوم توفر بفضل الدبلوماسية السعودية غطاء دولي للديناميكية العربية، وبفضل في الحقيقة القيادة السعودية التي أقنعت الإدارة الأمريكية الجديدة بضرورة تصحيح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط وتصحيح الموقف من إيران. ولذلك واشنطن تجد أنه أي أزمة في أصابع إيرانية هي أزمة تستحق المواجهة والعلاج. طيب، ولذلك أنا أعتقد أنه اليمن ينطبق عليه ما ينطبق على سوريا من أنه يحظى الآن في دعم أمريكي ودعم عربي وإسلامي، حيث عبرت القمة العربية الإسلامية اليوم عن دعمها للحكومة الشرعية ودعمها للتحالف العربي، وهذا في الحقيقة هذا الدعم سيترجم ميدانيا وسياسيا. كيف سيتم؟ يعني كيف سيترجم هذا الأمر في الميدان في السياسة؟ كيف سيكون؟ أقصد وكنت سأقول أنه سيترجم لإفساد كل المغامرات، سواء المغامرات المصلحية الشخصية أو المغامرات الإنقلابية المدعومة من الأصابع الإيرانية. ولذلك فإن التحالف العربي اليوم لن يتعرض للضغط الذي تعرض له في السابق، والذي تمكن بفضل شجاعة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبفضل استقلالية الحكومة الشرعية وقوته وصلابة موقفها، وبفضل أيضا المناورة السياسية للمملكة العربية السعودية ولشقاء في التحالف من تجاوز المرحلة الصعبة مع إدارة أوباما وزير خارجية الكيري، اللذين سخر جهدهم السياسي لإيران ولمصالحها في المنطقة. ونحمد الله أنه تم تجاوز ذلك تلك الفترة الحرجة، وأننا الآن استطعنا استعادة ما يمكن وصفه بالصديق الضال الذي له تأثير فعال في الأزمات التي تشهدها منطقتنا وبالذات الأزمة اليمنية. أشكرك إذن أستاذ سليمان العقيلي المحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. قبل أن أعود إلى الأستاذ باسم الحكيمي أسأل ضيفي هنا الأستاذ عادل. أستاذ عادل، إذن يقول الأستاذ سليمان أنه تم تجاوز تلك الفترة الحرجة، أنت تتفق معه بشكل واضح من خلال حديثك، لكن تحدث الأستاذ سليمان عن نقطة مهمة أن هذا الأمر سيترجم عبر إفشال كل المغامرات الضيقة في اليمن. هل يعني ما هو مدى الدعم الدبلوماسي الذي حصلت عليه اليمن خلال هذه القمة، وكيف سينعكس على سياسات الرئيس عبد الرب منصور هادي في الداخل قبل أن يكون في الخارج؟ أعتقد أنه هو النجاح أولا للسياسة الدبلوماسية السعودية بشكل كبير في هذا الاستقطاب الكبير، وإعادة أيضا ردم الفجوة في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي لها تأثير طاغي على مكمل الأحداث في المنطقة باعتبارها الدولة الأكبر، ولا يمكن أبدا تحقيق أي نصر في أي ملف من الملفات المعقدة دون أيضا التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن هذا التنسيق الكبير من خلال هذه القمم الثلاث ستعطي أيضا بعدا كبيرا للدول التحالف
المملكة العربية السعودية في حرية الحركة بشكل أكبر في محاصرة إيران في المنطقة خاصة، وهناك اتفاق كبير حول هذا البعد في المنطقة بشكل كبير وفي اليمن على وجه الخصوص. أعتقد أنه هذا أيضا كان في صلب القمم الثلاث، التركيز على بعد إيران وعلى تسجير وتفجير المشاكل في المنطقة بشكل كبير وفي اليمن، وبالتالي هذا البعد أيضا تم أيضا مناقشته باستفاضة في القمم، وهو أيضا محور اهتمام التحالف، وهناك اتفاق الآن حول هذا البعد. الجانب الأكثر أهمية أيضا البعد السياسي وأثره أيضا هذا الاتفاق على أيضا إيران وأجندتها في اليمن، أعتقد أنه سيكون طاغي بشكل كبير وسيؤدي أيضا بل ورد كثير من القضايا. أعتقد أنه ما كان تتكئ عليه إيران وأجندتها في اليمن هو أيضا هذا التحالف التشوش الكبير في هذه العلاقة المضطربة إبان سياسة أوباما، وهي قلنا التي مكنت لإيران من التوغل في المنطقة العربية. هذا التحول الكبير سيلقي بظلاله على مجمل الأحداث وعلى اليمن بشكل خاص. طيب دعني أعود إلى الأستاذ باسم الحكيمي. أستاذ باسم، بالنسبة لبقية الدول التي يعني ترتبط بالملف اليمني بشكل أو بآخر، أو يعني هي محور الجدل هنا، مثلا إيران أو غيرها، ما الذي يجب عليها أن تتوقعه بعد هذه القمة من وجهة نظرك؟ يعني هو الان يعني هنا الاطراف يعني فيما يخص الملف اليمني هناك اجماع يعني على المستوى العام، هناك اجماع فيما يخص الوضع في اليمن وضروره انجاز التسويه وفقا لاسس ومرجعيات التفاوض المتوافقه المتفق عليها وانهاء الانقلاب، لكن يعني خلاف التفاصيل وتغير خارطه التحالفات بشكل كبير جدا تجاه التسارع الاحداث في الرياض وقيمه الرياض وهذا اللقاء الذي حدث، يعني اللقاء كان مهم جدا على اعتبار انه كان يتمثل في اعاده رسم الخارطه المشرق الاوسط وتوزيع الادوار على اللاعبين بشكل جديد على عكس ما كان يعني من سابق في عهد اوباما. يعني هناك هذا اهم في الامر، يعني لو راينا يعني التحرك من بعض الاطراف الدوليه، يعني تغريدات السفير البريطاني والسفير الالماني قبل يومين من انطلاق فعاليه وزيارتهم لابو ظبي قبل يومين من انطلاق فعاليه الاحتشاد لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، كانت بمثابه يعني غطاء لهذه العمليات وهذا الاحتشاد الذي سيحصل في الجنوب، وكانت بمثابه رسائل يعني رسائل يعني سلبيه جدا ان هناك يعني تخندق واطراف يعني الان ابو ظبي تتجه في اتجاه بناء تحالف جديد للحفاظ على نفوذها في 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 الجنوب. نعم. يعني تحوى اللقاء في الرياض بين واشنطن وبين الرياض هو تسليم الدور الاكبر فيما يخص الملف اليمني للجانب السعودي بوقف مغامرات العديد من الاطراف التي غيرت الخارطه السياسيه والعسكريه في اليمن، يعني واقصد هنا ابو ظبي. يعني ابو ظبي عندما سلم لها الملف الجنوب قامت على اعداد خارطه عسكريه وهندسه الخارطه العسكريه وفقا لتصورها هي، انشات قوى ومراكز قوى عسكريه ترتبط بغرفه عمليه مباشره بها خارج اراده وقرار الشرعيه. الان لا. يعني اللقاء القمة بين واشنطن والرياض يعني سيعيد الدور لتدخل الرياض فاعل أساسي في المسرح في الجنوب لتزاحم تواجد الإمارات في هذا الملف حتى يتم إعادة هندسة الخارطة العسكرية والسياسية في الجنوب بما يتماشى مع الخارطة السياسية في اليمن والمبادرة الخليجية والأنشطة التنفيذية. بالطبع يعني الطرف الآخر يعني هناك مقامرة، يعني لو رأينا اليوم الخطاب الذي ألقي في عدن بمناسبة الذكرى 27 للوحدة اليمنية كان هناك خطاب متشدد وألقي هذا الخطاب، يعني عيدروس الزبيدي ألقى هذا الخطاب من داخل أبو ظبي، يعني بوقت عن طريق الهواء المباشر هناك من أبو حيار السياسية أنهم رافضين لفكرة أي مسألة يعني دخول أي طرف أخرى تساعدهم في الملف الجنوبي، وبالتالي نحن الآن أمام إشكالية حقيقية. لم نستطيع إنهاء الانقلاب في اليمن قبل ترتيب البيت الداخلي داخل إطار الشرعية والتحالف العربي نفسه. أشكرك. يعني لابد من وضع خطة واستراتيجية تتماشى وتتناغم فيها الأهداف بين الشرعية والتحالف العربي، هناك تناقض داخل التحالف العربي نفسه. نعم أستاذ باسم. صحيح كل أفراد التحالف العربي يعني متفقون أو مسألة إنهاء الانقلاب وإنهاء الإيراني في اليمن، لكن هناك اختلاف في التفاصيل واختلاف في الرؤى واختلاف، يعني هناك بعض الأطراف يعني داخل التحالف ترى أنه يتم إعادة هندسة المكتب السياسي مع تقريبا كل الصور هذه الدول نفسها وليس نعم أستاذ باسم الشعب اليمني.
إذا أشكرك أستاذ باسم الحكيمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. دكتور، في يعني أستاذ عادل بعجالة، هل يعني بعد القمة اليوم أو هذه القمم خلال اليومين، هل ستحسم السعودية بشكل أكثر أو بشكل أسرع الملف اليمني؟ بلا شك أنه الانعكاسات هذه القمة ستترجم على ساحة اليمن بشكل كبير. أعتقد أنه قلنا في صلب هذه القمم كانت حاضرة اليمن وبقوة، وأعتقد أن أولويات المملكة العربية السعودية حسم المسألة اليمنية على اعتبار أنها أمن قومي وخط أولي للأمن الخليجي بشكل أساسي. القضية اليمنية تعني المملكة العربية السعودية وهي في أولويات اهتماماتها، وهي مطروحة بقوة على القمم الثلاث، وبالتالي سينعكس أيضا ترجمة هذه القمم في الساحة اليمنية بشكل كبير وجدي. أشكرك الباحث في العلاقات الدولية أستاذ عادل المسني، كنت معنا في حلقة اليوم، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.